تم بالتأكيد نشره للسادة المواطنين الكرام من قبل بلدية الكرم على وجه التحديد بخصوص نقل سوق السبت أو البضائع المستعملة، حيث تم نقله من مجمع الكراجات الجديد إلى مكانه الجديد في الحسبة بالقرب من ميدان الشهيد جورج حبش. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع ولماذا هذا النقل إلى تلك المنطقة واختيارها على وجه التحديد، معنا ينضم عبر الخط الهاتفي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام السيد مهند مطر. صباح الخير سيد مهند. يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني في البداية بطبيعة النقل ومن أي مكان إلى مكان بشكل توضيح أكثر، ولماذا تم اختيار هذا المكان الجديد؟ يعني هو سوق الخردة أو البضائع المستعملة أو سوق السبت، سوق البالة، سميه ما شئتي، هو موجود حاليا في مجمع الكراجات الجديد بالقرب من دوار شويكي. يعني بصراحة هناك يعني شكاوى عديدة جاءتنا من السائقين، من المواطنين، من شكاوى تتعلق بالنظافة وخلافها، شكاوى من المرور تحديدا في يوم السبت لأنه هو يقام كل يوم سبت. فلذلك يعني كان هناك قرار من البلدية بلزوم نقل هذا السوق إلى مكان آخر. يعني واحنا يعني لم نتخذ هذا القرار الا عندما وفرنا بديل ملائم لرواد هذا السوق واصحاب البسطات في هذا السوق، مع العلم طبعا انه يعني اصحاب البسطات او العاملين يعني هم غالبيتهم من خارج المحافظه، ولكن احنا وفرنا بديل لانه هذا سوق تاريخي ومعروف بجانب الحسبة الجديدة بالقرب من دوار العليمي أو ميدان الشهيد جورج حبش، وبهدف ترتيب بالأساس ترتيب بمجمع الكراجات الجديد وإعادة تنظيمه بشكل كامل وتنظيفه وتخفيف الأزمة المرورية في المنطقة بشكل عام، ويترتب على ذلك أيضا يعني إعادة ترتيب الكراجات، مجمع الكراجات القديمة. يعني احنا هناك سيكون خطوات لاحقة سنقوم بنقل بعض الخطوط، خطوط المواصلات العمومية من مجمع الكراجات القديم إلى مجمع الكراجات الجديد، ونقل أيضا بعض الخطوط الداخلية، خطوط الترفيه من أنحاء متفرقة من المدينة إلى مجمع الكراجات القديم. نعم. بالتالي احنا هيك نكون حلينا مشكلة، يعني جزء من مشكلة الاكتظاظ وأزمة السير في المدينة، وهذا كله طبعا ضمن خطة شاملة، خطة اقتصادية في تتعلق في الأسواق، وهي يعني هذه الخطوة نقل سوق البضائع المستعملة هي خطوة أولى ضمن هذه الخطة. سوف تبدأ بسوق البضائع المستعملة وسوف تستمر، وبالمناسبة طبعا أنا بحب أخبر الجميع أنه هو الأسبوع القادم سيكون هناك إعادة ترتيب لسوق الخضار بالمفرق أو السوق الموجود في ساحة البلدية، سيكون هناك إعادة ترتيب بشكل كامل بهيئة جديدة، بحيث أنه احنا يعني سنقوم بإدخال كل أصحاب البسطات الموجودين في محيط بلدية الكرم إلى داخل هذا السوق بعد إعادة ترتيبه بالتصور الجديد. هناك احنا يعني وفرنا لهم كل ما يمكن ان يتخيل. وهنا الاستفسار. نعم مهند، الاستفسار يعني المكان الجديد هل هو مهيأ وصالح للاستخدام الآدمي؟ القصد يعني هل تتوفر فيه الخدمات، المرافق العامة مثلا، او حتى يعني ربما مظلات تقيهم من حر الصيف ومن امطار الشتاء؟ يعني كل هذه الاستفسارات بالتأكيد تتبادر الى الذهن من أجل أننا يعني نحاول أن نضمن السلامة، كل السلامة لكافة الباعة وأصحاب البسطات في تلك المنطقة. تمام، هم بالأساس يعني ما كان عندهم مظلات في سوق في مجمع الكراجات الجديد، ولكن احنا يعني الساحة اللي قمنا باختيارها بجانب الحسبة هي يعني هيئناها بشكل كامل، وبالنسبة للمرافق العامة هي موجودة بالحسبة، هي مرافق عامة تابعة لبلدية الكرم في مجمع الخضار بالجملة.
وسنعيد صيانتها حتى نتأكد من أن تتوفر لهم كافة الخدمات. والساحة يعني ما إحنا ما اتخذنا هذا القرار إلا بعد أن هيأنا الساحة بشكل كامل. حتى اليوم إحنا في صدد الانتهاء من تأهيل الساحة التي سيتم نقلهم إليها بشكل كامل. هذا فيما يتعلق بسوق البضائع المستعملة. نعم. لكن أنا بدي أتحدث أيضا عن موضوع السوق، سوق الخضار. سوق الخضار الأسبوع القادم يعني سيكون هناك عمل يعني كبير في هذا السوق. إحنا صممنا بسطات حديدية جديدة سنقوم بتوفيرها، وفرنا لهم مكان لغسل الخضار، سنقوم بإدخال بإغلاق باب من جهة الساحة الجنوبية، سنقوم بإغلاقه بشكل كامل. سنقوم يعني هناك تصور ومخطط كامل للسوق بحيث يكون بشكل دائري داخل ساحة البلدية، وسنقوم بإدخال كل أصحاب البسطات الموجودين في المحيط وعلى جدران المدارس المحيطة في البلدية ومدرسة جمال عبد الناصر وخلافه جهة الساحة الجنوبية، سنقوم بإدخالهم جميعا إلى داخل هذا السوق بحيث يصبح يعني تصبح الحركة أسهل. الآن الحركة صعبة جدا، يعني المواطن يعني صحيح هو سوق وبسطات نعم، لكن الحركة يعني سيئة داخل هذا السوق، وهناك يعني سوء في ترتيبه وسوء استغلال أيضا، لأنه هو السوق الآن يعني بصراحة يعني المستغل منه فقط النصف، وهناك يعني أيضا تراكم للنفايات، وبسبب يعني سوء ترتيبه أصبح من الصعب على سيارات النفايات وعمال النفايات إزالة هذه النفايات التي ينتجها أصحاب هذه البسطات. فبالتالي كان لابد علينا أن نعيد ترتيبه، وهذا زي ما يعني مثل ما ذكرت هو ضمن خطة كاملة لإعادة ترتيب الأسواق بشكل عام داخل المحافظة، بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي والتزايد السكاني وعليه. احنا يعني هذه خطوة اليوم، موضوع سوق البضائع المستعملة أو سوق السبت. نعم. الأسبوع القادم هناك إعادة ترتيب لسوق الخضار. فيما بعد إحنا سبق وأعلنا عن موضوع إزالة التعديات، سوف تأتي هذا كله ضمن خطة. سوف نستمر أيضا في إعادة إزالة التعديات في كافة أنحاء المحافظة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع عطوفة المحافظ الذي بارك هذه الخطوات، قدم كافة أشكال الدعم بصراحة. هو مدراء الأجهزة الأمنية وتحديدا الأخ موسى يزك مدير شرطة محافظة طول كرم أبدى استعداده التام والكامل على يعني الاستمرار في هذه الحملات والدعم والتعاون لإنهاء هذه الحالة من الفوضى التي تعم بصراحة مدينة طول كرم. ونأمل من الجميع أن يتعاون، يعني إحنا الهدف والغاية فقط ترتيب الوضع الاقتصادي والأسواق داخل المدينة بشكل ملائم وبشكل حضاري وبما يتناسب مع الجميع. واحنا بنأكد على نقطة مهمة جدا، انه احنا مش راح نقطع رزق حدا، احنا هدفنا إعادة الترتيب، واي خطوة ولكن بنتخذها نأمل هناك بديل يعني سواء في نقل او ازالة، احنا في بديل، وسنوفر ايضا ساحات داخل المدينة، ممكن ساحات احنا نستغل ساحات نعيد تأهيلها بحيث يتوزع أصحاب البسطات والأسواق داخلها. نعم، يعني ومهند مش نأمل دائما أن تكون مثل ولا راح نقطع رزق حتى، نعم هذا اللي بتأكد عليه فقط. نعم، نأمل دائما أبدا مثل هذه العمليات التنظيمية والرقابية بصراحة أن تكون متواصلة دائما وأبدا، وأن تكون على استمرار وليست بالمؤقتة أو الآنية. إجمالا نأمل إن شاء الله أن يكون قرارا صائبا مريحا بالنسبة لكل الأصحاب البسطات أو حتى المشاركين في مثل في عرض بضائعهم في هذا السوق، سوق السبت. شكرا جزيلا لك سيد مهند مطر، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية طول كرم. نواصل المشوار الصباحي بالتأكيد والمزيد من